مشاهدي الكرام متتبعين جريدة نشا الآن، معنا أحد الشباب أبناء مدينة العيون كيشتغل بأحد الشوارك للنظافة في مدينة العيون. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. اسم كريم؟ سلمو التروزي. سلمو التروزي، يعني كنعرفوك أنت كتشتغل في شركة النظافة. سلم التروزي، شو المشكل ديالك؟ عندي مشكل، أنا كنشتغل في هاد الشركة ديال النظافة مدة دركة 9 أيام، يعني وديما يعني الخدمة ديالي كنطبقها كامل الوجه، فهمت؟ يعني ما عندي حتى شي مشكلة مع هاد الناس، ولكن تفاجأ دريك مشيت خدمت، كنمشي كن عندهم الخدمة، كنتفاجأ ان الكونترول كيقول لي خصك تمشي للإدارة، راه بغاوك في الإدارة، عندك الغياب، بزاف ديال الغياب. قلت له انا ما عندي لا غياب لا والو، هو كيدير لي ديك ابو المدو بوست، يعني بحال كتخوي البوست ديالك، ولكن انا ما كنخوي لا البوست ديالي لا والو. هما راه كيجيو كيلقاوني يعني في البوست ديالي ديما، ولكن ما نعرف واش المشكل ديال هذاك المسؤول الاول ولا المسؤول ديالهم الكبير، فهمت؟ يعني هاد الناس يعني حاطين عليا ديما، كان يعني كنمشي للخدمه وبالتالي كنلقى راسي مزوري، يعني في اخر الشهر كنلقى 1000 درهم 1500، يعني ما كيدوز لي الصالير كامل، يعني ديما ناقص لي في الصالير، وعندي مشاكل في الكرا، عندي مشاكل وانا غير كاري، يعني انسان كاري، وكان عندي مشاكل من بعد وقع لي مشاكل، توفات الوالده ديالي الله يرحمها. وكنت فاجئ ان هاد الناس يعني عادوا ضاغطين عليا بزاف، يعني راه قال لك يقول لك الضغط كيولد الانفجار، وكنتمنى يعني يشوفوا لنا شي حل مع هاد الناس. ودري كنمشي عندهم يعني الاداره، وين تسال زعما على المسائل ديالي في الاداره، كيقولوا لي راه ما غاتسني التزام، وانا ما بغيتش نسني هذاك الالتزام. انا الالتزام فيها يعني فيه لا غيبتي ما بقاش سال والو في الشركه، وانا ما يمكن انا 9 أيام وانا خدام معاهم، و يعني فهمتي ما يسلم. قلت لي بانك خدام مده 9 سنوات، مؤخرا ملي مشيتي انك يعني تاخذ الاجره ديالك الشهري، لقيتها ناقصه بواحد 1000 درهم 1500. المده دريك 4 أشهر ولا 5، كنلقى ديما ناقصه، دريك 3 أشهر كاع مثل لو كيدوزوا لي، يعني كنمشي للخدمه ديالي ما كنلقاش، ملي كنجي في اخر الشهر البنك ما كنلقاش الاجره ديالي، وانا عندي كريديات وعندي التزامات مع الناس، ويعني منين واخر الشهر كاع دريك عادوا كيدير، قالوا لي يعني غتسني التزام على الغياب، انت راه ديما كتغيب، وانا ما كنغيبش، انا كنكون حاضر يعني ديما حاضر، هما كيديروا لي ديك ابو المود بوست، يعني ما انت خويتي البوست ديالك، يعني الاخ ياسين باش حتى نقرب المشاهد الكرام، يعني انت كتجي الخدمه ديالك ماشي ما كتجيش، هما كيقول بانك كتجي وما كتكملش الخدمه ديالك، ما كتكملش الخدمه ديالك، وقالوا لي يعني الحل اللي عندك غتطلع الكاميو. لما انا الكاميو انا مريض، ويعني ممكن نجيب لهم شواهد طبيه، ولكن هما قالوا لي لا والو، عندك الحل اطلع الكاميون، ما عندكش حل اخر، يعني الكاميون والله صافي ما عندنا ما نديرو له. يعني يسلم، انت اكثر من 8 سنوات و 9 سنوات كتشتغل في هذا الميدان، هو عامل النظافه، يعني كنت كتشتغل في الكاميو ولا كنت كتشتغل كما كنقولوا في الشارع؟ كنت كنشتغل في الكاميو، كنشتغل من بعد منين مرت، يعني ما تليش قد علي الكاميو، قضوني هما من الكاميو، خدمت في يعني هذا الشطاب وكنجمع سميسو، ولكن كنت فاجئ بالتالي قال لك يعني هذا غيصلح لغه الكاميو، يعني غيخدم في الكاميو، وانا الكاميو ما تليش قد عليه، يعني فيه الحساسيه، مريض ما قادش على الكاميو، وهما باغيين يفرضوا عليا الكاميو، يعني قال لك خاطر تخدم في الكاميو، يعني بغيت تخدم الكاميو ما بغيتي، ما بغيتي صافي ما عندنا ما نديرو لا. يسلم، انت في وقع لك هذا المشكل واش مشيتي عند الكونترول، مشيت عند الناس المسؤوله، مشيت عند المدير اللي كاين هنا ديال الشركه؟ مشيت عند المدير، مشيت عند الناس المسؤولين ديال الشركه، انا المسؤولين هما معمرين المدير، ملي كنمشي عند المدير يعني كيقول لك ما عندنا ما ندير لك، حتى كتغيب وكدير المشاكل في الخدمه، وانا ما كندير لا مشاكل لا والو، ما كنغيب، راه الناس كيعرفوني كاع في مدينه العيون، يعني الكبير والصغير في مدينه العيون كيعرفوني الناس، كنخدم وانسان رياضي وش فهمتي، يعني ما هاد الناس كنشوف انا يعني حاطين عليا بزاف، ما عرفتش فين كاين المشكل. يسلم، يعني ما حد كيقول لك انت كدير المشاكل، يعني واش انت سبق لك انك تشاجرتي مع احد الزملاء ديالك، احد العمال، فايت لك انك تشاجرتي مع احد المواطنين، شو لا المشاكل؟ لا والو، ما عندي حتى شي مشكله مع اي مسؤول ولا اي عامل من عمال النظافه، ما عندي حتى شي مشكله معاه،
شنو نوع المشاكل اللي كيقولوها انك كدير المشاكل؟ المشاكل، نوع المشاكل هما هذا الغياب، يعني الغياب وتخوي البوست ديالك، وانا ما كنخويش البوست ديالي، يعني هما غير يعني ضغط باغي يديروا انني كنخوي البوست ديالي، وانا ما كنخويش البوست ديالي. يسلم ما حدك انت، يعني عامل ديال النظافه في مدينه العيون، بغيت نسولك يعني ابار على يعني المشكل ديالك، شنو الاكراهات اللي كيواجهها عامل النظافه في مدينه العيون؟ والاكراهات هو بعد اول الاكراهات، الاكراهات كيواجهها مع المسؤولين، المسؤولين ديال الشركه، يعني كيبقاو حاطين عليه عامل النظافه يعني محقور، محقور عامل النظافه يعني كيحقروه. وبالنسبه للناس، الناس راه بالنسبه للناس ديال المدينه راه كيتعاطفوا مع عامل النظافه، راه عامل النظافه معروف كي يعني عامل النظافه بالنسبه للمدينه، المواطنين الساكنين في مدينه العيون كيتعاطفوا معاه، كيتعاطفوا معاه، كيلقى كما كنقول واحد الحقره، ولا كيلقى واحد الضغط، ولا كيلقى واحد التهميش من طرف المسؤولين ديال كيلقى الشركه. تهميش من طرف المسؤولين ديال الشركه، العمال ديال النظافه كيلقاو تهميش من طرف المسؤولين. يسلم بغيت نسولك بالنسبه ليوم العيد الاضحى، كيفاش كيدوز داك النهار، وكيفاش كيكون نوع يوم العيد؟ راه كاع الناس راه كيشهدوا على يوم العيد، راه كيدوز عندنا، راه كنخدموا فيه 48 ساعه متتاليه، ما كنوقفوش فيها 24 ساعه، 48 ساعة، 24 ساعه الاولى ديال جمع يعني النفايات، ومن بعد مولي 24 ساعه الثانيه ديال العيد كنخدموا جمع البقايا ديال الحولي وهذا الشيء ديال العيد. وكيكون شي تعويض داك النهار تقريبا؟ لا ما كاينش، انا هذا كاع الشهر ديال يعني ديال العيد قطعوا لي، حيدوا لي فيه 1500 درهم في العيد، قالوا لي انك ما خدمتيش في العيد، وانا خدمت في العيد، ويعني كاين اثباتات اني خدمت، وكاين الناس يعني شاهدين اني خدمت في العيد، ولكن هاد الناس ما عرفتش انا يعني للاسف كما كنشوفوا في الدول المتقدمه، ان كاين واحد الاهتمام، كاين واحد الصالير اللي مزيان يقدر يعيش به داك عامل النظافه، يعني مثلا بحال دوله الصين كيسموه مهندس النظافه، مهندس يعني كيحس براسو واحد. اما هنا كما قلتي انه ماشي كيحس براسو محقور، ولكن مع الساكنه كيلقى واحد التعاطف، كيلقى واحد الاقبال، كيلقى واحد يعني الدعاوي، كيلقى شحال من حاجه، ولكن كيلقى كما كنقولوا حقره من طرف مسؤولين الشركه، يعني كاين واحد كيحسوا بانه الحقره، وما كيتعاملوش معاه مزيان، يعني عامل النظافه يعني عندهم حال زايد ناقص، يعني ما يعني واحد الحيط اللي قصير، ولا واحد حيط قصير، يعني بزاف ديال الحقوق ديالو ما كيعطوهم له، يعني واش الناس يعني كيظلموا عامل النظافه. انا بعدا من راسي نتكلم على راسي، انا مظلوم في هذه الشركه. نتمنى المسؤولين الله يديم علينا. العمال كذلك ديال النظافه اللي كيشتغلوا في الكاميو كيشموا ديك الرائحه الكريهه صراحه، وكاين شحال من واحد اللي كيتسبب له في الامراض. شنو نقول لهم؟ الله يهديهم، ونتمنى انهم دوك الناس يعاونوهم، يعطوهم الحمايه ديالهم، ويعطوهم يعني يبقاو، خاصهم يبقاو يدوزوا مع الطبيب، يعني هذوك الناس راه جاد، هذوك الناس راه كيعوضوا مرض، يعني كيخدم في الكاميون وما كيكونش عنده يعني كيكونش عندهم داك الحماية يعني ديالهم اللي كتحميهم ملي كيخدم في يعني الأدوات ديال الوقاية، الأدوات ديال الوقاية ما كتكونش عندهم، يعني الإنسان غير خدام وصافي، يعني لا جاب الله وقع لك مشكل تمشي، ما يعني ما كان اللي يشوف فيك، ما كان اللي كما قلتي كنشوفوا معظم العمال اللي كيشتغلوا بشركه النظافه انهم كيخدموا كما نقولوا بالتام ديالهم، ما عندهمش ادوات يعني للوقايه باش يحموا نفوسهم من ديك الرائحه الكريهه. ما كاينش ادوات، لا ما عندهمش ادوات، ما كاين ليغات، ما كاين والو، ما كاينش كمامه، شي حاجه اللي يعني كيخدم بنادم يعني خدام وصافي، يعني مغامر براسو، اي لحظه يقدر يطيح، اي لحظه يقدر يطيح، يقدر يوقع له شي حاجه، وراه مولانا اللي معاه، راه الله اللي كيعاون. يسلم، سمعنا بعض الاخبار يعني كتداول بان يعني عمال شركه النظافه انه غيتم منحهم بقعة ارضيه، واش تقدر تقول لنا عليها؟ نتمنى انهم سمعت بهذيك وقالوا قالوا ان مازال مشى 4 ايمان ضريكه، نتمنى انهم يستافدوا العمال ديال النظافه من هنا، جدهم راه غير كاريين مساكن، وقال الله يحسن العوان، انا كضريكه انا مضطر باغي يمرقني،
واصل عليا 5000 درهم ديال الكرم. شحال من شهر تقريبا كيسالك من الدار للخميس؟ كيسالني 5 أشهر دراك منين وقفت على الخدمه، يعني كيديروا لي ديك الزيرو بدات 5 أشهر دراك. الشركه هي يعني كدير لي الزيرو اخر 4 أشهر دراك، خطاو لي شي 22000 ولا 24000 ريال. شفتي يعني المسؤولين ديال الشركه باش انه تفتح معهم باب الحوار من اجل ان يعطوك المستحقات ديالك او التعويض ديالك لهذه المده ديال 9 سنوات وانت كتشتغل في هذه المهنه صراحه اللي ما سهلاش. يعني كنقول الله يحسن العوان. وشنو تقول لنا اخي؟ انا ما شنقول لكم، انا كنبان لهم يعني ضلع ضعيفه، ما يعني ما عندي حد عندنا مولانا، يعني هما كي يعني كي ما نعرف من كيتعناو، وما يعني هاد الناس كيظلمونا بزاف. ما انا ملي كنمشي نتحاور معاهم يعني ما كيعطونيش وقت الحوار، وكنمشي يعني كنمشي عندهم الاداره ما كيتسوقوا لنا في الاداره، ما يعني المسؤولين ما عطيناش يعني ما عطيش العامل وقت، وما كيتحاوروا معاه ما كيعطوا له قيمه يعني مهمشين صراحه. يسلم الى عطيت كلمتك الاخيره توجه المسؤول اللي مدينه بعيون، شنو تقول لي؟ انا كنتمنى السيد الوالي دخل في هذه الشركه، يعني راه كنعانوا معاناه كثيره، وانا راه عاد لي 5 أشهر دراك مول الكرا كيسالني الكرا، وقريب يخرجني انا غير كاري، وكنتمنى انهم يديروا حل معنا. انا مابقيت قاعد كنفكر غير في الهجره، باغي غير نهجر من هنايا، يعني وانا كنخدم المدينه ديالي، يعني كنخدمها بيديه ونقي، اللي كنطيحوا وسط الزبال وكنوضوا ونطيحوا، يعني باش نحافظوا على نظافه المدينه ونحافظوا على يعني نظافه الاحياء. ولكن كنتمنى هاد الناس الله يهديهم علينا ويديروا معنا شي حل. يعني يسلم، واش كتحس براسك محقور وسط مدينتك؟ كنحس بالحضره يعني بزاف كاع لاقصى درجه. الاخ يسلم صراحه كما شفتوا معنا المشاهدين الكرام والمتابعين جالسين الان، صراحه هاد العمال ديال النظافه في مدينه عيون اللي كيعانوا في صمت، يعني هاد المهنه راه ما سهلاش. يعني كاين مسكين اللي كيشتغل سنوات، الاخير ملي كيخرج كيلقى راسو انه مريض ماشي بامراض متعدده، يعني خصوصا انه كما قال كيشتغلوا بدون ادوات الوقايه، لا ليكات لا كمامه لا والو. وكما كنشوفوا حتى حنا كذلك بان معظم الشباب كنلقاهم لا دايرين التام ديالهم، يعني وكنشوف هذا الشاب اللي هو يعني واخد واحد المنزل للكراء وما عرفش شنو سبب التوقف ديالو. يعني كنطلبوا من الناس المسؤوله على مدينه العيون والناس المسؤوله على هذه الشركه هنا في مدينه العيون ان تدخل، ان تدخل، ما تبقاش تخلي شباب ابناء المنطقه انهم يتعرضوا لواحد الحقره في مدينتهم. وشكرا.